وهو الإعلامي بيفضل والناس بتتغير، شيء طبيعي جدا. تعليقك سريعا على المشهد ده، على المشهد المهم ده. أنا أحس المشهد ربنا ألهمنا بيه عشان نعمل قفلة فيها ذكاء وفيها حاجة مش ما تقفلش الناس، ويظل الصراع قائم والأمل موجود برضه. والحقيقة ان هو كمان شاب يعني 25، ما بين الجزء الطاهر ما كان في 25 جزء في اولها خالص يعني من الشباب، وبعد كده بقى انقلبت الامور ودخل الطامعون يعني السجون ودخل الطامعون. تقول ايه عن رمزي وكابل؟ من احب وامتع الادوار اللي انا لعبتها، وكان تحدي بجد مهم بالنسبه لي جدا، وكنت سعيد جدا وانا بشتغل فيه، لان فعلا انا ما كنت شايف ولا ملمح من طارق حتى مشيته، فكان كل حاجه فيه الحقيقه كنت مفكر فيها كويس، كل حاجه الحقيقه بشكر عبد الرحيم عليها، على كل كلمه كتبها وعلى كل كادر الحقيقه كرة. الاستاذ حسام كان بيصور تمثيلنا بشكل رائع ومحترم الحقيقه يعني. وانا بشكرك لان فعلا احنا استمتعنا جدا بادائك، واستمتعنا جدا بهذا المسلسل اللي اضاف عمق واضاف ثقل للمسلسلات في رمضان. بشكرك يا استاذ عبد الرحيم. شكرا لحضرتك. شكرا. كان عندك مسلسلين، مين فيهم حبيته اكتر؟ الاثنين. بشكركم. شكرا جزيلا. ده كان القاهرة كابل. القاهرة كابل مسلسل مهم لكل يعني اكيد الناس اتفرجت بشكل كبير، ولكن ممكن برضو تشوفوه على واتشت مرة اخرى. بشكركم اعزائي المشاهدين، نتقابل بكرة باذن الله. بشكر الفنان طارق لطفي استاذ عبد الرحيم كمال، وبشكركم، نتقابل بكرة. بشكرك يا استاذ. انا اللي بشكر حضرتك والله. شكرا وابدعت.